اي والله مريحتهم قضيه معناتها كبيره كما كثر الهم يضحك يا سيدي كيما عايزنا ما كانش رانا باش نتوفيو. فاضل عبد الكافي راهو يلزم نفرقوا حتى في المعارضه يلزمك تفرق. فاضل عبد الكافي راهو ما يعبر عليه بالمعارضة خليني نقول المسؤولة علاش خاطر هو داخل دائرة الصراع وقت اللي العباد الكل قاطعت الاستفتاء فاضل عبد الكافي تخل وشارك في الاستفتاء. حاجة أخرى لازم نعرفوها فاضل عبد الكافي راهو خرج من الوزارة خرجوه من الوزارة على خاطر سواديزون كانت عنده قضية بعد ما وفات القضية وربحها وخذا براءة والرئيس قال للأسف صحيت زياد عندك ذكرت فيه وانت عندك خوف مش نورمال لا قال الرئيس للأسف ربحها فاضل عبد الكافي راه ربح القضية بتاعه انه تجي تمنعه اليوم بدون موجب بدون موجب تم بعد يجي الموجب ما تخافش تم بعد نصنعوه الموجب حتى اذا كان مش موجود روح هكذا تتركز الديكتاتورية ان بعد قضايا حق عام نفتعلوهم دوسي فارغ باش نضربوا بهم المعارضه. تي ما سامحني راهو في نهار في نهار نزار بهلول اللي تعدى على معنى الفصل 54 مرسوم 54 وفاضل عبد الكافي ما يسافرش. شنو الصوره اللي تحب تعطيها انت في قمه الفرنكوفونيه اللي تبدا الايامات هذه؟ شنو الصوره اللي باش تعطيها الرؤساء دول العالم اللي جايين معناتها شنو؟ بالحق تو بن علي قبل كيصيروا حاجات هكا معناها عنده مشاع عالمي يبرد الجو شويه باش ماذا بيه المعارضه تبدا رايده بقل تصريح وبقل كلام. انت اليوم عدي صحافي البارح يبحث على خاطر قال مدام نجله بودن لاجونتي ومعدي اليوم موقف سياسي معارض رئيس حزب وزير سابق ورجل اعمال. رد بالك فضل عبد الكافي رجل اعمال معناها اليوم تنجم تكون عنده صفقه انت وخرتها له طيحتها له في الماء بياسيون لا تعويض ولا حتى ما تصورش انه مسافر باش يحوس اكيد راه عنده مشاغل بالبر جرت قلم تعرف الاس ام اس نذكر رفيق جرت لسان بجرت لسان 2005 في الاس ام اس كريت البوليسيه بتاع بن علي كيفاش تبدلوا والله تبدلوا تبدلوا اهلا شنو حوالك وعاملين كل ضرب الجوع هذاك الشهير بتاع 18 اكتوبر يضري وقتها في بيرو العيش الهمامي في بيرو العيش الهمامي وقتها المعامله حتى كي كان الدزان والضرب والواحد كله كف لمده الاس ام اس اي هما خرجوا من هنا هما رجعوا تحلفوا فينا من جديد وقتها تعرف شنو يعملوا ياخذوا نوامر الكهرباء وقت يتوقف الكهرباء قدام بيرو العيش الهمامي يحطوا باش التقارير تمشي راهو فلان جاي وفلان جاي فما قمه الفرنكوفونيه تو على الابواب وتونس والمعامله مع خاصه المعارضين للنظام الحالي تصير بطريقه ماهيش باهيه كل ما نحكيو داخليه قضاء شرطه حدود ديوانه ناصر ساكت لا يتدخل في الموضوع حاجه لا تعنيه لا تو فما مواضيع ساعات حتى مش جو ناصر يبدا يهز في يده واعطيني نتكلم واعطيني درا شنو عندك ترجم اعطيتني هذه يبدا اعطيني بالظهر ابعدني خليني عايش حياتي خليني الريزوم تاعي ماشي ما على الاقل باش كي توحل انت نمناك ومن مصلحتك اكزاكتومون من مصلحتك خليه وما ساكت باش انت وما يقضي لك مصالح امون عندنا المعلم لو كاميليون حطوها ما خلاوش يمشي على فرونفو شو اسمه هذاك فرونكوفونيه يلا نعود بعد الفاصل راف ماك لا 9:30 تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعه من 7 ل 9:30